هاي يا جماعة، ازيكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله انتم كويسين وكل اموركم تمام. صراحة يا جماعة انا مشتاقة لكم شوق شديد، وحابة اشكركم يا جماعة على دعمكم وعلى صبركم وعلى انكم لسه قاعدين تدعموني ولسه منتظريني، فشكرا جزيلا يا جماعة. صراحة يعني ما عارفة اقول لكم شنو، وبرضو حابة يعني اعتذر لكم عن الفترة الطويلة اللي غبتها عنكم. ايوة فعلا الفترة طالت، لكن يا جماعة يعني زي ما عارفين انه انا في بلد جديد ويدوب وثقافة جديدة في نفس الوقت، ودائما البدايات يا جماعة بتكون صعبة عشان الواحد يستقر وعشان الواحد يعني يحاول يتأقلم مع الوضع الجديد ومع البيئة الجديدة، يعني بيئة مختلفة تماما يا جماعة. فعشان كده أمهلوني شوية وقت، وإن شاء الله يا جماعة الأيام الجاية يعني حكون معكم على طول، وححاول بقدر الإمكان إنه أكون أكتف في القناة وأنزل لكم فيديوهات أسبوعية إن شاء الله. شكرا لكم جدا، شكرا لكل الناس الجدد في القناة، ويعني I love you so much. طيب يا جماعة اليوم حاب أخذكم معي لمعلم سياحي كبير جدا في جنوب أستراليا، وهي البوتانيك جاردينز أو حديقة أدلايد النباتية، من الحدائق الكبيرة جدا جدا في أستراليا، في جنوب أستراليا، ومن الحدائق القديمة شديد يا جماعة، يعني من 1800 وحاجة، يعني قرن من الزمان موجود ما شاء الله، وكل فترة والتانية بيعملوا لها ترميم وكمان بيضيفوا حاجات جديدة ما شاء الله. الحديقة يا جماعة يعني ما أقول لكم جميلة قدر شنو، يعني ما عارفة يمكن أنا شهادتي ضعيفة لأنه أنا واحدة من الناس اللي بحب النيتشر جدا، يعني بحب الطبيعة والخضار والشجر والزهور وكل الحاجات الحلوة دي. يعني بس انتو لو موجودين في أستراليا هنا في ولايات تانية، فهذه دعوة لكم مني أنا إنكم تجوا تستكشفوا بوتانيك جاردن هنا في أدلايد، لأنه يعني ما شاء الله من الحدائق الكبيرة جدا، وسنويا يا جماعة بزوروا أكثر من 1,000,000 سائح يا جماعة، شخص يعني من مختلف دول العالم ومن أستراليا برضو. فدعوة لكم تعالوا يتعرفوا على أدلايد وتعالوا يتعرفوا على بوتانيك جاردن، صدقوني ما حتندموا، حتعجبكم جدا جدا، لأنه يعني الحديقة ما شاء الله زي ما أنتوا شايفين، يعني قدر شنو الطبيعة بتاعتها حلوة، قدر شنو فوقها بحيرات صغيرة صغيرة، وفوقها بطة على فكرة، فوقها طيور، فوقها زهور، فوقها كل الحاجات الحاجات اللي بتحبها قلبكم موجودة في الحديقة دي. وطبعا يعني مرة تانية أقول لكم مرحبا بكم في حديقة أدلايد النباتية في قلب المدينة، ولكن في عالم آخر بعيدا. داير أقول لكم إنه لما تجوا أخذوا وقتكم كله يا جماعة عشان تستكشفوا جمال وتنوع النباتات يا جماعة، نباتات من مختلف أنحاء أستراليا وكمان حول العالم. ممكن كمان تقضوا ساعة، ممكن ساعة عشان تستكشفوا الحديقة، وكمان ممكن يوم كامل، لأنه الحديقة ما شاء الله تبارك الله كبيرة جدا جدا، بين 50 هكتارا من الحدائق الرائعة، وكمان الهندسة المعمارية المذهلة جدا جدا. لما تمشوا هناك حتشوفوا قدر شنو المعمار جميل والمعمار قديم والمعمار له يعني جماله يا جماعة. أنا بس أخليكم أنتوا تستمتعوا معي وأنا يعني بعمل الفويس أوفر ده، أو تحاولوا تشوفوا يعني حتى الأشجار يا جماعة. أنا صراحة ما قادرة يعني ما قادرة أوصف لكم جمال الحديقة بالكلام، يعني بس أنتوا تجوا وتشوفوا بعيونكم. ممكن يا جماعة يعني ينفع برضو الحديقة دي لبيكنيك، يعني مع أسرتكم مع أصحابكم مع whatever الناس اللي بتحبوكم يا جماعة، هم ممنوع شيلوا معاكم القهوة، أو حتى ممكن تقعدوا تحت يعني ما شاء الله الحديقة كلها شجر، فحتلقوا يعني ظل وظل كتير جدا إنه تقعدوا عليه. فحابة أقول لكم إنه المكان اللي هسي نحن فيه ده هو متحف في علم النبات الاقتصادي، يعني متحف ما شاء الله مليان وغني جدا بمختلف أنواع النباتات يا جماعة، والخضروات، ويعني
just remind me سودان. يعني شوفوا في كل حاجة هنا الليفة, وفي طبعا بهارات بكل أشكالها. شايفين أنا شايفاه ده تبش يا جماعة. يعني ده تبش ده نحن بنقول له في دارفور فقوس. يعني ما عارفة يا جماعة أنا القوين هنا, يعني دي حاجة موجودة في المتحف لكن أكيد بيكون برضو موجود. فمبي حشوف الأحد الجاي الفارمر ماركت يمكن يكون فيه الحاجات دي. فيا صراحة المتحف ما شاء الله غني جدا ومليان بكل الحاجات الجميلة ومختلف الخضروات والأعشاب والبهارات وكل شيء. فلما انتم تمشوا الحديقة النباتية بوتانيك جاردن لازم تزوروا المتحف ده وتتعرفوا على كمية الحاجات الموجودة. فبرضو انواع ورق, وفيه برضو بازار صغيروني كده فيه يعني حاجات ممكن تشتروه زي يعني كباب حلو بأشكال يعني مختلفة وفريدة جدا جدا. حبيت البازار جدا جدا لكن ما اشتريت حاجة لانه يعني ما كنت مخططة للموضوع ده, وكمان أنا لسه ما حاسة إنه أنا استقريت عشان أشتري حاجات. فيا هنتظر شوية شوفوا جمال الحاجات المعمولة دي. وهنا طبعا أنواع مختلفة من المشرومز, يعني أنواع كثيرة شديد. وهنا يا جماعة دي الحدائق تحت الزجاج. وطبعا يعني دي ما شاء الله شوفوا الجمال. وشوفوا دي طبعا الواحدة من الزهور اسمها ليلي. فما شاء الله يا جماعة فوق يعني جمال ما طبيعي, جمال ما طبيعي. وأنا مهما تكلمت ومهما حكيت ما حقدر يعني أوفي المكان يعني جمال قدر شنو ورهابة قدر شنو. فعايزة أقول لكم إنه الحديقة النباتية دي يعني فاتحة طول أيام السنة, حتى في العطلات الرسمية برضو بتكون فاتحة. فاغتنموا الفرصة أي وقت أنتوا شايفين مناسب, تعالوا واستكشفوا الجمال الحلو ده. وممكن يعني توصلوا الحديقة بأي وسيلة مواصلات أنتوا شايفينها, ممكن تمشوا بالترام, ممكن تاخدوا باص, ممكن تمشوا بيور أونكار, ممكن تمشوا ببايكس, ممكن تمشوا بإسكوترز, أي حاجة أي وسيلة متوفرة عندكم ممكن تمشوا بيها. وكمان في الهوليدايز في فري باركينج طبعا حاجة حلوة شديد. يعني ممكن تاخدوا ساعات طويلة جوا لمن يكون في فري باركين على عكس لمن يكون مدفوع. فباقي الأيام بيكون you have to pay. يعني صراحة الحديقة ما قادرة أعبر, يعني شوفوا الجمال. وطبعا الحتة دي أخذت فيها لقطات حلوة شديد, حبيتها, عملت ريل. الناس اللي متابعيني في انستغرام أو في فيسبوك حيكونوا شافوا الريل, كان حلو شديد وحبيت الريل جدا. الحديقة يا جماعة بتعتبر مركز علميا للبحث وحارسا لأكثر من 1,000,000 عين نباتية يا جماعة. ووفرت الحديقة مجموعة من المرافق الثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية لأكثر من 160 عاماً. وبيزور الحديقة زي ما قلت لكم يا جماعة أكثر من 2,000,000 شخص كل عام, بما في ذلك الطلاب ويعني الناس اللي بيجوا رحلات علمية زي رحلتنا دي, كانت رحلة علمية من تيف. فيا الحديقة مفتوحة لكل الناس, و يعني أي وقت ممكن تجوا الحديقة. لكن يا جماعة أنسب وقت بالليل. الزهور الشايفينها المعمول بالبلاستيك والقزاز ما عارفة ما هبشت, لكن كلها بالليل بتكون مضاءة, يعني بالليل قمة في الروعة. أنا شفت فيديوهات وقررت إنه أنا لازم أمشي البوتانيك جاردن مرة تانية, لكن حمشي بالليل عشان أشوف الجمال. ومعلومة برضو عشان ما بعدين يعني تعرفوها من بدري, إنه بالليل الحديقة بيكون بتذاكر
فلازم تقطعوا تذكرة، عكس بالنهار بيكون فري، لكن بالليل لازم انتوا تدفعوا تذاكر. وده يا جماعة كله أشجار بتاع عنب. وللناس اللي ما عارفين، أدلايد مشهورة جدا جدا بصناعة النبيذ، ويعتبر من يعني الحياة المشهورة بها جدا أدلايد، ويعني بيعتبروا النبيذ هنا يعني بيور. ويعني معظم الناس اللي بيجوا أدلايد عشان النبيذ. فده كل الحابة أقول لكم هسع يا جماعة في الفيديو ده. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، وأتمنى إنه يعني الفيديو يكون عجبكم. طبعا ما أوصيكم يا جماعة أعملوا لايك وأعملوا شير للفيديو، عشان يا جماعة الفيديوهات الجاية إن شاء الله هعمل لكم فيديوهات كثيرة شديد محتاجة دعمكم. أنا عارفة أنتوا قاعدين تدعموني وأنتوا تابعني ما شاء الله عليكم، شكرا على دعمكم. لكن يا جماعة للناس اللي لسه ما اشتركت في القناة، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تصلكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. في الفترة الجاية انا مجهزة لكم فيديوهات كثيرة شديد، وان شاء الله تعجبكم. لحد ما الاقيكم في فيديو جاي، على السلامة.